طيب باشمهندس، بداية نبتدي بآخر الأخبار، قانون تقسيم الدوائر الجديد، ومن ساعة لما القانون يعني تم عرض ملامحه في ناس مؤيدة ليه، في ناس بتنتقده، في ناس متخوفة من شبهة عدم الدستورية، موقفك إيه من هذا القانون؟ الحقيقة بالنسبة لتقسيم الدوائر يعني والأهم فيها الفردي، الحقيقة تقسيم الفردي بالنسبة للدوائر، أنا بتخيل إن إحنا طبعا متخوفين من شبهة عدم الدستورية. هو غير مبدئيا، هو غير خريطة الانتخابات، وإحنا ما بقاش بقى القوة اللي هي كانت دائما موجودة بتقدر ترشح الفردي فتكسب في نفس الدوائر، هناك تغيير طبعا بلا شك. إنما أهم في الموضوع إن هذا القانون في رأيي أنا وفي ظني إنه هو أهمل الوزن النسبي للصوت الانتخابي المساواة فيه، بمعنى إن حضرتك لو في دائرة كبيرة فيها 300 ألف صوت أو مثلا 400 ألف صوت هتلاقي فيه 3 نواب، وفي دائرة فيها 100 ألف صوت هتلاقي فيه نائب واحد مثلا. المشكلة هنا مش في إن في لكل 100 ألف نائب مثلا، إنما لا، مش هو ده التساوي. التساوي إن حضرتك وإنت ساكنة في المنطقة دي بتنزلي تجيبي 3 نواب، صوتك يساوي 3 نواب، وأنا صوتي في الدائرة اللي جنبك دي بيجيب نائب واحد. دي تخيل انها قد تكون مشكلة، اتمنى انها ما تكونش مشكلة، ان احنا عايزين الامور تتقدم وتمشي. انما هل الذي اصدر هذا القانون مطمئن الى عدم وجود عدم دستورية فيه؟ هو ده المهم.